اليوم منوره بالوان الصيف الاخضر والموف. ايه ما هيك بدنا نحكي شوي عن الصيفيه اليوم. مزبوط. أيه. اليوم عنوانها كثير حلو. لا كارمن رح تحكي لنا عن قواعد اللباس الصيفي لكل من الذكور والاناث اللي بنتجنبها بالعمل بالبحر على الطريق يمكن لنشوف. مزبوط. بشكل عام. مزبوط. فهلا انا لما اسمع كلمه قواعد يعني ساقط معي انت كل خميس وايه ما كثير بحب كلمه قواعد. لا ما بدنا ننقز. ما بدنا ننقز العالم. لا نحن مع القواعد. أيه. والنظام. بس رح نحكي عن التياب. في قواعد للتياب؟ يعني بتعرفي الصيفيه جايه قويه كثير شوب كثير شوب بس ما بدنا نتزلط على الاخر. يعني ما بدنا ايه اكزاكتو. ما هيدي هي كلمه قواعد. اذا بتنقزك بلاها. بدنا نقول شو فينا هيك على الخفيف نلبس وما نلبس. نعم مستحب. ايه مزبوط. خاصة بالمكاتب. نا. يعني كتير أوقات الصبايا لأنه بلشت الصيفية بتلبس هالبروتيل هالتوب اللي هو بروتيل أو كروب توب. ما بعرف إذا بدنا نشوف صور. رح نشوف صور نحن عم نحكي. ايه. أكيد يلا. مفروض نحن فينا نلبس بروتيل ايه على المكتب in one condition بشرط واحد إنه يكون في بليزر معنا. يعني أنا قاعدة على مكتبي ممكن اشلح البليزر أو كارديغان وحطه على جنب مشوبة قاعدة. هلأ بدي اتنقل بالمكتب بدي روح بدي اجي بدي استقبل زوار حلو انه يكون لابسة جاكيت. ما فينا للصبايا الحلوين وكتار كتار اللي بيسألوني لوركا انه ولو ما شوب. ليه لا؟ عم نشوف هيدا الصورة مثلا هيدا شغلة مرتبة هيدي منا قطن منا ما بعرف شو اسمها البيزك او شيء شيء حلو. ضروري نحط الجاكيت فوقها بالشغل؟ بالشغل ايه هيدي بنحطها على جنب. يعني في انا البسها بلا ولا شيء بس اذا بدي اتنقل فيتي من مكتب لمكتب بدي استقبل زبون الافضل اني حط عليها بليزر مثل ما عندي. نعم. التوب اللي شفناه كمان بدنا ننتبه انه نحن البرا ما لازم ابدا تبين من تحته. يعني حتى البغتال تبع البرا ما لازم تبين. هيدا ما لازم يبين. كثير بنشوف نساء مزبوط بتبين هون البروتيل و هلا رح نشوف كمان لون ثاني. اكزاكتو بدنا نشوف هلا صور كمان يكون لون ثاني. هلا على ريغور ممكن نلبس ذات اللون تبين كأنها بروتيل. نعم مرق قميص. ايه. اذا بديك بقى اظنه كتير ضيق ومفتوح. ايه. من هون بدنا ننتبه لهيدا القميص. هيدا القياس مش ظابط وكتير منلاقي صبايا لابسين هيدا القميص اللي بتحسي بعد شوي رح يفقع الزر ويجي بوجهك. بس انه بركي عبالهم بتخسوروا الصبايا. لا فبتفكر اذا لبست قميص ضيق بتكون هي مخسوره. لا شو بتروح بتعمل سبور ليصير عندها خسر. لا في كتير طبعا قمصان عندهم هالشيب هيدا بس ما لازم يكونوا هالقد ضيقين. نعم. ما بينلبس بهذا الشكل. وهيدي القميص بالصيفيه ان كان عند الشباب او عند البنات اذا كانت هالقد سلم فت بدها تبين تعرق. ما بدنا ما حلو أبداً. لازم شوي تكون لوس اكثر واكيد اكيد ما لازم يكون زرار مفتحين ويبين من تحتهم ابدا منا حلوه. هيدي مش مقاسنا. يعني للصبيه بدها ثلاث بلكي نقياسين زياده عن القياس اللي هي لبسته سايز اي مين. نعم. الكروب توب كثير من الصبايا كثير دارج على فكره كثير دارج. أيه. كثير حلو رايحين قهاوي مطاعم كثير حلو. بس كمان اجين انا جين بالمكتب ممكن البسه هيدا اذا كمان لبسه فوقه بليزر. يعني انا ما بدي حسس الموظفين اني انا لبسه كروب توب. لا بلبس بليزر بشلحها انا وقاعده. هلا هيدا عنده كمام اللي بلا كمام اللي هو بينلبس اصلا كانه على الجيم. هيدا للجيم مش للمكاتب. نعم. او لسهرات بركي اذا كان او لسهرات اكيد. هلا نعم. بالسهرات مسموح نلبس اللي بدنا اياه نقور قد ما بدنا نقصر قد ما بدنا بس مش بكل الاماكن. طيب مش الكروب توب كارمن لو سمحتي لي بنلاقي اوقات نساء مع احترامي يعني انه عندهم بطن بطن كبير انه بتلاقيهم لابسين كروب توب كثير حلو مع احترامي لان انا بعرف كل جسم برحله لبس معين. مزبوط. شو بتقولي لهم؟ نحن ما قلتي لي دارج كثير هيدا فاشن بس ما برح هيدا ترند. نحن بدنا نشوف شو ستيلنا. أيه. شو اللي بيلبقنا. للاسف الصبايا اللي عندهم حلاوه زياده ان كان بمنطقه البطن او بمنطقه الصدر ما فيهم حلاوه. قصدك سمنه؟ ايه حلاوه بنقول لها حلاوه زياده سمنه ما فينا
وبيبقى حلوين وعندهم يعني عندهم جانر وعندهم ستيل. ما فينا نلبس هالقد كروب توب ضيق، ما فينا نلبس البروتيل ويكون البروتيل ويكون صدر مبين. يعني لازم نوفق مثل ما انت حضرتك قلتي بين انه نحن شو دارج وشو بيلبق لنا. شو بيلبق؟ هيدي ضروري على فكره تركز عليها كارمن عن جد، لانه كثير في مشاهد مزعجه يعني. ايه؟ انه حلوين ثيابك بس ما بيروحوا لك. مزبوط. هلا شو عم نشوف كمان؟ هلا هيدا الجامب سوت. كثير كمان ناس بتلبس الجامب سوت، هيدا بيلبق كثير لظهره. انا رايحه ما بعرف عندي غدا، عندي عشاء، سهره، ايه جامب سوت مثل هيدا الجامب سوت على عزا اسود ما بيمشي ابدا، على شغل ما بيمشي ابدا. ليه؟ هلا جامبتو في جامب سوت تاني اللي هو الوايد ليج، الاجرين الكبار، هيدا الوسعين ارتب واشيك، وهيدا بيمشي معي على مكتب وبيمشي معي اذا انا لونه اسود روح فيه على التعازي. نعم. شو هيدا؟ هلا هون انتقلنا للصبايا، ايه لموضوع البيديكور. الصيفيه قويه وكلنا بدنا نلبس صندالات كتير حلو الصندال، بس بليز خليتيني اطلع به بس لا بجننه. بس قلت البيديكور شغله ضروريه مش لوكس، وفي كتير مطارح بيعملوا بيديكور ب 300 و400 الف، منا هالقد هالمبالغ الطائله. ما فينا نظهر لابسين فتح صندال واصابعنا بهذا الشكل، مش مرتبين، مش مرتبين. فينا نظهر بدون مانيكير بس يكونوا مرتبين بدون لون. اكيد اكيد يكونوا مرتبين نضاف حلوين بس بلا لون، بلا لون مش مأشورين. طب كارم هلا هون معقول جايبه الصوره؟ حرام عليك. هون كمان طيب. للاسف لوركا معلي خليني ضوي، هي ثقيله الصوره بس خليني ضوي على هالشغله. الستات الحلوين ما فيهم يظهروا هيك، ما بعرف ليه كعب ال والمش حلوين كمان والايه ما بيكون ما بيصير كعب ال طيب إيه؟ شو لازم يعملوا خبريون؟ هون كمان البيديكور بنقول بنشدد على يكون عندنا بيخ بونس بالبيت، حجر صوان، إيه؟ عندي بجنينة اذا الواحد ما بده يروح في ظبط حاله إيه؟ بالبيت إيه؟ إيه؟ كريم ترطيب قبل ما ينام. اكزاكتلي اللي عندي بالجنينة بحط على حيالله حجر مي وبقدر حف اجري فيها، شغله كثير يعني سهلة. سهلي اني انا اعتني بهيدا بهذا الخصوص. هيدا ما حلو ابدا. مش علاقه بالاناقه، كمان بالنظافه. هاي بالضبط الصوره ايه ايه. ما بتبقى منتبه الست انه هي داعسه طول النهار بالبيت حافيه بركي شو وكذا ايه. انا هيك انا هيك بدعس حافيه كل النهار، بيجي بدي اظهر باكد، وخاصه اذا لبسي صندال على اني نظف كعب اجري. لازم انتبه لهالشغله لانه بفكروا الناس انه ما حدا شايفني. ايه؟ لا انت لا في ناس وجهن واجرن لا ايه ايه الصوره المتاخده هي لست كثير شيك من فوق. اه عرفتها هي ايه انت صورتها؟ انا اخذتها بالصدفه آه. بس كثير شيكي من فوق، من تحت مش منتبهه. معلي خلينا نضوي على هالشغله. كثير اوقات نحن اماتنا الكبار بالعمر وحماتنا بنلاقي انه هن بيلبسوا بتعرفي على ما بيعرفوا. نعم. مش غلط اني انا اخذ لها موعد ضبط لها اجريها، لانه وهي بدك اياها هالشغله مره بالصيفيه. مش كل جمعه انا بدي اروح ظبط اعمل بيديكور. المانيكور شغله كثير مهمه. نعم. كثير مهمه اني انتبه. ما في لزوم حط لون بس يكونوا مرتبين. المهم يكونوا مرتبين. نعم. وما لازم يكونوا مجلوفين. يعني انا اذا تجلوفوا بيتجلوفوا اصابيعي بقى قبل عندي موعد، مش غلط اني انا شيلهم وروح على الموعد بدون اي لون. عادي عادي على فكره. الاميرات انا لاحظت الاميرات مزبوط بالمملكات يعني ايه؟ انه قد ايه هن كثير انه رواق الاشياء معهم، فما بحطوا لون. ايه ما بتكبر الصوره انه معقول ظهره بلا لون. ايه ايه او نحن بننشغل على فكره انه شو بدنا نحط لون. ايه؟ كاميره طويله عريضه ما حتى لون او حتى شيء كثير مبين. مزبوط نيود او اي نيود او حلو هيدا الشيء. مزبوط كثير بيعطي كلاسي بس بكونوا مرتبين اكيد. ايه بيعطي كلاسي، بيعطي شغله كثير اليجانت. قصه المانيكور لازم ننتبه لها، في الوان بتلبق لنا وفي الوان ما بتلبق لنا، ونيود شغله كثير 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 حلوه. حلو كثير. ايه. طيب في عندنا مثلا على الطريق بركي اذا عندك شيء ايه. فكره ايه. عن الطريق طبعا انه لما بنروح على الطريق على الرصيف على الطريق بالاحياء في إيه؟ لبس معين كتير منيح. هلأ بالصيفية نحن في الشورتات، فينا في مطارح كتير ممكن كصبايا نلبس شورت،
شورت على شاطئ البحر كتير منيح، بس لازم أنا أخذ أن كونسيديراسيون، قول أنا رايحة على منطقة معينة عندهم تقاليدهم المعينة، ضيعت اللي هني كلهم ما بعرف ما في كلهم محجبين بلكين، ما بدي أنا استسهل وقلبوا الشورت وأطلع على ضيعتي مثلا، لا لازم أخذ بعين الاعتبار هل الناس القاعدين، الناس القاعدين طبعا أنا على البحر الدو بياس البيكيني اكيد فيي البسه، حط شورت حط بنطلون مليلي اكيد، الباريو اكيد مهمه، بس كمان وممكن امشي على شط البحر فيهم، هذا شيء منه غلط. في روعه مطعم البحر بالمايو ولا لازم لازم ارتب واشيك، اذا حطينا شيء علينا يعني ارتب وفي مطاعم اصلا بتقول لك ممنوع، بس اذا ما قلت لك ممنوع ارتب اني انا احط شيء على صدري لحتى، او حيلا شيء سي ثرو لحتى احط. ما لازم نلبسه بالمكاتب كمان هن الشغلات اللي بتلالي، بلبس شغله بتلالي على البحر ايه، بلبس شغله بتلالي ببين البرا تحتها على السهره مثلا، على سهره اكيد ايه، بس بقلب المكاتب على الكنيسة بالعزوات بليز، هيدي الشغلة أبدا منا حلوة ومنا إليغان، اللي بليلي من فوق واللي بليلي على البانتس من تحت كمان. في كتير صبايا ما بتنتبه بيعلم البانتس، لا ساعتها هون بيكون البنطلون يعني بيبين تحت، لازم ننتبه أي نوع بانتس نلبس أو نلبس جان لحتى ما يبين. هيك أرتب وأشياء أكيد دايما بتعلمينا على الترتيب والأناقة كارمان، بدي أشكرك كتير، موضوعك مفيد ونلتقي أسبوع القادم. الله.